الزراعات المنزلية فوق أسطح المنازل والبلكونات تعتبر من المشاريع الصغيرة يلي إلها فوائد اقتصادية وبيئية وصحية، هذا غير إنها سهلة ورخيصة من حيث التكلفة المبدئية. فهل يمكن للمواطن العادي إنه يكون طرف فاعل بمعادلة تغيير واقعه ويساهم بمواجهة الفقر وتضخم الأسعار، وبالوقت نفسه يساهم بخفض معدلات التلوث وتقليل درجات الحرارة المرتفعة؟ كتير بينطرح مشروع الزراعة المنزلية كإجابة على هذا السؤال، فهل تعتبر فعلاً حل واقعي له المشكلة أم إنه الموضوع فيه مبالغة؟ زراعة منزلية شيء حلو كتير، ما عندي فكرة أبداً. إذا واحد بده يكون عنده بيت أخير طابق وسطح ملكه ممكن يساوي زراعة منزلية، أما هلأ العالم كل واحد قاعد بغرفة وصالون والسطح مو ملكه، ما صعبة والله. ما في، بتلاقي بالأرياف يعني، باللي عنده جناين عنده بساتين بس. بقعد بالبيت ما ممكن مثلا ينزرع شيء شجر مثلا، إجباري بده يكون شيء أرضي. إيه طبعا، نحن ساكنين المزرعة وعم نعمل هذا الشيء. الزراعات المنزلية شغلة بتساعد على الإنتاجية وبالتالي تقلل من الضغط على السوق. بأوروبا مثلا، أنا أضرب لك مثال، بأوروبا يشجعوا الزراعات المنزلية ويأخذوا منتوجاتهم بأسعار دبل ثم يبيعوهم إياها بسعر أرخص، بس هذا معكوسه كله على البلد وعلى الدولة يعني. تتزايد أهمية الزراعة المنزلية كونها بتمثل نمط حياة للكثير من العائلات من وقت قريب، وأصبحت تعتمد على ما تجود به الحديقة المنزلية وحتى أسطح المنازل من منتجات زراعية نظيفة وآمنة نتيجة استخدام مياه نظيفة وأسمدة عضوية بدلاً من استخدام أسمدة كيماوية، بالإضافة لتوفير الوقت والمال بما تنتجه الحديقة المنزلية من أصناف متنوعة من المنتجات الزراعية، وهذا اللي بخفف عبء شراء المنتجات من السوق على العائلات. لو صح لك وكان عندك إمكانية إنك تزرعي شيء، عطيني اسم 3 منتجات ممكن تزرعيهم عندك ويوفروا لك مصروف. فاصوليا، باذنجان، بامية. ممكن ازرع بندورة، فريز، بطاطا، البقدونس، هالشغلات هي كزبرة، أكثر من هيك ما بعرف. والله هي بيوفر شيء 70-80% من أسعار الخضار، يعني باذنجان، بندورة، فليفلة، كوسة، هيك زارع هيك شغلات وشفتهم أنا وناجح. الخبراء بيقولوا إنه العمل بحديقة المنزل أيضاً بيتميز بدوره الإيجابي المؤثر بالوقاية من الأمراض والسيطرة عليها وتخفيف التوتر والتخلص من الاكتئاب والقلق عند الأشخاص، لأن العمل بالزراعة يعتبر بمثابة ممارسة للتمارين الرياضية متوسطة الشدة.